الشباب وأهمية هذه الطاقات العقلية والنفسية والبدنية، أهميتها في كل بناء والتعويل على الشباب أمر في غاية الأهمية، إذا لاحظنا أيضاً مجموعة من الأمور. ولعل من الأمور المهمة للشباب هو أن الشاب خصوصاً بعد أن يعني يدخل السن المقبولة من جهة شرعية، قد يكمل 15 سنة، والوضع العرفي العام في بعض القوانين أن يتجاوز 18 مثلا. وعلى كل حال هي هذه الفترة فترة الشباب وتمتد. لعل من جملة الأشياء التي تجعل الشاب من العناصر الفاعلة حقيقة هو أن يتعلم. في هذا العمر، عمر الشباب، هناك طاقة عقلية كما توجد طاقة بدنية، وهذه الطاقة العقلية لا بد أن يربيها